يسعد لوقاتكم كل خير يا أجمل متابعين شركتنا شركة مجمع الشامل. يوم جديد ومنتجات جميلة جديدة، فرعنا بخميس مشيط بحي الخالدية. راح نبدأ اليوم تغطية مع الأشياء اللطيفة اللي توفرت عندنا. توفرت تشكيلة واسعة من فرش الشعر بأشكال مرة لطيفة وبعدة أحجام مختلفة وبسعر 5.75 ريال هللة. والفرش الأكثر طلبا رجعنا نوفرها لعيونكم، فرش لفك التشابك وبسعر 5.75 ريال هللة. من قسم الإكسسوارات الشعر توفرت عندنا هذه التشكيلة اللطيفة من ربطات الشعر وبعد تشكيلة واسعة بأشكال وألوان مختلفة وبسعر 5.75 ريال هللة للمؤلف. واللي سألوني عن رميات الكنب لسه متوفرة عندنا في الدور الثاني، متوفرة عندنا بأربع ألوان، الرصاصي والتفاني والأخضر وأيضا الخربزي. وشوفوا معي مقاسة، راح تاخذون مقاسة 150×90 وب5.75 ريال هللة للقطعة. من قسم الورود وصلتنا هذه الباقات الجميلة، ممكن تستخدم مسكات. شوفوا معي جمال وروعة اللون، متوفر عندنا اللون العنابي وبعد باللون الوردي، وراح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال هللة. بعد وصلتنا باقات مختلفة بأشكال وألوان متعددة من الورود، إضافة جميلة لديكوراتيك، وراح تاخذ سعر كل باقة ب5.75 ريال هللة. أشكال حلوة مميزة عندنا من الأوراق، وشوفوا معي أطراف الغصن موجود فيه زي الجذور، كانها أشكالها طبيعية وبسعر 5.75 ريال هللة للباقة. أشكال حلوة ومميزة من الأغصان اللي على شكل ريش للفازات الكبيرة، متوفرة منها عدة ألوان مختلفة وراح تغطي سعر الغصن ب5.75 ريال هللة. أشكال لطيفة من الفازات السيراميك اللي وصلتنا اليوم توفرت عندنا، ممكن تستخدم كفازات الورد الفرش المكياج للأقلام، متوفر منه لونين مختلفين وراح تغطي سعر كل قطعة ب5.75 ريال هللة. معاي قد إيش كبير الحجم، توفرت عندنا هذه الزبديات الزجاجية لتقديماتكم الجميلة، التقديمات الفواكه متوفرة منها عدة أشكال، عندنا هذا الشكل وهذا الشكل الثاني والشكل الثالث، وراح تغطي سعر كل قطعة ب5.75 ريال هللة. من قسم البرطمانات توفرت عندنا هذه التشكيلة الحلوة من البرطمانات الزجاجية بغطاء خشبي، وشوفوا معاي متوفرة بثلاث مقاسات مختلفة وبعد بمقياس معياري. عندنا راح تاخذ البرطمان الكبير 1100 ملم، البرطمان الوسط 900 ملي، والبرطمان الصغير 700 ملي. مرة حجمها جدا مناسب وبسعر 5.75 ريال هللة للقطعة. تم تغطيتنا اليوم مع صواني البايروكس والعروض الجميلة اللي عليها، متوفر عندنا الشكل البيضاوي أيضا الشكل المستطيل وبعد الشكل المربع. شوفوا معي المستطيل متوفر منه مقاسين، المغلف ما بين 4 قطع إلى 3 قطع، مرة جميلة عروض ما تتفوت وبسعر 5.75 ريال هللة للمغلف. على فكرة بقى الحلو حلو، حتى لو زاد له 3 4 10 15 كيلو عادي، دي كلها زيادات. وبعدين المثل بيقول ادخن حبة تزيد محبة. بمناسبة جمال الأجواء وكثرة الطلعات فيها، راح نبدأ اليوم تغطيتنا مع قسم السعادة وقسم الشوكليت ونشوف الأشياء الجميلة واللذيذة اللي وصلت عندنا. التشكيلة الجديدة اللي وصلتنا من أنواع الشوكليت، وصل عندنا شوكليت كيت كات بعدة نكهات مختلفة بالكراميل والبندق أيضا بالنكهة الأصلية، وراح تاخذ السعر كل مغلف ب5.75 ريال هللة. ومن قسم المواد الغذائية توفرت عندنا صلصة البيتا، راح تاخذ العبوة 473 ملغرام ب5.75 ريال هللة للعبوة. جديدنا مستمر على أطباق السيراميك، توفر عندنا هذه التشكيلة الحلوة باللونين السماوي والبيج وبعدة مقاسات مختلفة من الصحون وأيضا بشكلين مختلفين من الزبديات، عندنا هذا الشكل والشكل هذا وبسعر 5.75 ريال هللة للمغلف. أما الزبديات هذه الصغيرة راح تاخذ المغلف في قطعتين ب5.75 ريال هللة. البنوتات الحلوة توفرت عندنا هذه التشكيلة اللطيفة من الشنط بعدة أشكال وألوان مختلفة، موجودة في الدور الثاني وبسعر 5.75 ريال هللة للقطعة. تم اليوم تغطيتنا بالأشياء الكيوت اللي وصلتنا، تشكيلة واسعة من السلبرات البناتية والولادية بأشكال مرة لطيفة بعدة ألوان مختلفة، وراح تغطي بسعر مميز، سعر الزوج ب5.75 ريال هللة فقط.